خلونا نشوف احتمالات الجولة الثالثة. 6 احتمالات. ايش ممكن للرجل ان يقول لزوجته؟ اوقف التدخين لو وقفتي فراغ الكلام، لو وقفتي الثرثرة فيها اعلى. الرجال يقول زوجته ابى اوقف الدخان اذا وقفتي ايش؟ التسوق. ها؟ التسوق. صح، صرف الماء. تفضل. يبي يوقف التدخين لو وقفتي ايش؟ انت كزوجته يقول لو بوقف الدخان اذا وقفتي. صرف المال، الثرثرة، وش غيره؟ لو وقفت ايش؟ بس ما انت متي من الزوجة، بس قولي لي ها؟ خروج مستمر من المنزل. الخروج. الخروج. اول خطأ. هيا رجال يقول لزوجته سأوقف أوقف التدخين إذا وقفتي أنت كذا. وش؟ الجوال. الكلام بالجوال؟ الكلام بالجوال. الاتصالات. السفر. 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 هذا الخطأ الثاني، باقي خطأ واحد. شلون يعني هالحين الرجال يقول لها ابغى اوقف الدخان اذا وقفتي؟ الرجل هو بيسافر، ودي يسافر، ما تسافر هي، مو معقول. لا، هي الطلعات قالتها، سالت صرف المال والثرثره. مريم، ايش الزوج وده توقف هي اذا وقف الدخان؟ لانه ليش؟ لانه هو يوقف الدخان كيفه بيصير غلط بالايام الاولى، فهو يطلب شيء مقابل. ويدري انه طبعا صعب، بس كذا يعني في حرمه ممكن ما عاد تتكلم ولا ما عاد تتصل بامها الصبح. ولازم تعطي امها نشره اخبار الباري والطقس المتوقع. الزيارات. ها؟ الزيارات. 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 هذا الخطأ الثالث. ها ياسر، شلون؟ ايش رايك انت ياسر؟ الحين الرجال يدخن. حلو. قال ابى ابطل، بس زوجته قال اذا بطلت انت وقفي ايش؟ المشاكل. المشاكل. وانت ايش رايك يا مهند؟ استخدام النت. استخدام النت. اروى، انتم ما لكم علاقه ترى بالخبره، ما في هنا في خبره. اروى، ايش يسوي الواحد؟ يقول لها انا رجال ابى اوقف الكيف والدخان. اوكي. بس فكيني من ال اي اللي هم قالوا، صرف الزايد وكثره الكلام والاتصالات، ماسك التليفون 24 ساعه. كثره الخروج من المنزل ممكن، او الخروج من المنزل، وانت قالوا هالخروج، وانت يا مفرج. المشاكل. المشاكل. توقف المشاكل. ايه يعني توقف المشاكل. هذه زوج جيت من الفضاء. من الفضاء. المشاكل ممكن. صح. الرجال يقول انا بوقف التدخين اذا وقفتي ايش؟ صرف المال والثرثره والاتصالات. اعطوني جواب. تشاوروا. ممكن تكون كذا كمان تطلع غلط. ولا استخدام الجوال. الرجال يقول زوجته انا بوقف الدخان بس ايش؟ انا الان لازم اعد الوقت. عطني جواب بالله يا مهند. مشاكل. 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 توقف المشاكل. افلح ان صدق. المشاكل. المشاكل. توقف المشاكل. العصبية. أسود.